عندنا اليوم يعني حفل ديال الترسيم ديال المدير الجديد والاول ديال المستشفى الجامعي ديال طنجة، وهذه مناسبة باش نأكد على ان المشروع يعني قابض الطريق ديالو الصحيح، انطلق في نهاية 2015. من المنتظر ان تنتهي ان الاشغال والتجهيزات في نهاية 2019. اذا حنا يعني ملتزمين بالوقت اللي حددنا ليه، الاشغال يعني غدا على قدم وساق. الادارة الجديدة اليوم من المهام ديالها الأساسية هي تسهر على التسريع ديال الوتيرة، ولكن خصنا نعرفوا بأنه راه كاين فرق بين المركز الاستشفائي الجامعي ديال طنجة والبناية. المركز الاستشفائي الجامعي ديال طنجة فيه يعني الآن أساتذة، يعني كاين أساتذة جامعيين لأن الكلية كذلك منطلقة. هناك هذه السنة حوالي 70 ديال المناصب ديال الإقامة وديال الداخلية اللي هما هادو غيجيو يتكونوا في طنجة، وكاين كذلك طلبة وكلهم تيقوموا بالتدريب ديالهم أو بالتدخلات ديالهم أو التكوين ديالهم أو التدخلات ديالهم الطبية بالمستشفيات ديال الجهة، بما فيها المستشفيات ديال طنجة، بما فيها مستشفى محمد الخامس، محمد السادس، وحتى القرطبي غدا. يعني الفضاء ديال التدريب الحمد لله كاين، وهذا التعاون اللي كاين بين المديرية الجهوية ديال الصحة وبين المستشفى الجامعي هو اللي يخلي أنه نمشيو بسرعة إلى تكوين الأطر يعني التعليمية الاستشفائية ديال المستقبل، واللي غتساعد على تخفيف الاكتضاض. أولا تنقص من الحمل ديال التنقلات، من الثقل ديال التنقلات ديال المواطنين لا الفاس ولا الرباط، وتخف عليهم الاكتضاض، وتسمح لهذه الجهة باش يكون عندها كذلك يعني استشفاءات وصحة ديال المستوى الثالث.